بالنسبه للاداره هنا طبعا بتخدم احياء الزمالك ووسط البلد وتقبلها. الاداره هنا طبعا اي مشترك بتقدم باي شكوى هنا في تعليمات جت من السيد الوزير رئيس الشركه ان احنا ناكد ونكتب في خدمه مكاتب خدمه المواطنين بالنسبه للادارات. واحنا عندنا هنا طبعا حاطين فيها اثنين محاسبين بيتلقوا الشكاوى سواء كانت عن طريق النت او عن طريق التليفونات او عن طريق الحضور شخصيا. صاله الجمهور اول حاجه فيها مكتب لخدمه الجمهور مختص بخدمه الجمهور لحل مشاكلهم. في عندنا الاشتراكات خاصة بالتعاقدات مع المشتركين. عندنا وحدة الكارت العداد مسبوق الدفع، طبعا ده خاص بالشحن للمشتركين اللي عندهم كارت شحن. عندنا مكان للتحصيل المكتبي. الإدارة بتتلقى شكاوى الجمهور في الأعطال الكهرباء اللي بتنقسم لشقين أساسيين، الشق الفني أعطال الكهرباء والشق التجاري. لو في أي حد من الجمهور المشتركين له أي شكوى تجارية بنتلقاها وبنتم علاجها عن طريقنا. تم عمل فعلا تطبيق بيخص اي حاجه بالعملاء بتوعنا بحيث ان هم يسجلوا مثلا الشكاوى التجاريه بتاعتهم او الاعطال الفنيه، بيكون عندنا هيستوري بكل اللي سجلوه ومتابعتهم مع الورادي والمراكز خدمه العملاء في كل الفروع. في عندنا المفروض 90 خط افيلبل موجودين يستقبلوا المكالمات ات ذا سيم تايم. في 30 بيستقبلوا و30 بيحولوا المكالمات ديت و30 بيبقوا موجودين في الويتنج ليست. احنا بنتابع مع المشترك على انه المشترك نور او منورش، فاللي نور خلاص اللي منورش بنبعت له شكوى اخرى تانية. كل مدى في الزياده في الفاتوره وكده، يعني مش عارفين يعني طرح تنزل بعد كده ولا ايه، على كل مدى يعني في العالي. يعني انا عايز عداد عشان امشي قانوني، انا جاي لك لحد عندك عشان ادفع ممارسه. كانت الاول كل 3 شهور كنت بدفع 450 جنيه، دلوقتي بقت كل شهرين وبدفع 580. مباحث الكهرباء بتسميها سرقه تيار كهرباء، المفروض ينزلوا عينه وشوفوا انا بستهلك ايه ودفعوه لي. انا كنت بدفع 210، جيت فجاه دلوقتي بصيت لقيت عليا 900 جنيه، جيت بتكلم قالوا لي هتنزل نيابه، مش عايز تدفع خد بعضك وامشي. ناس كويسين حاضرين الوصل وعلى احسن حال. مفيش معايده، بس هو دي المشكله كلها، عايزين نمشي رسمي مفيش رسمي. العداد اتحرق وكده وجيت بلغت، جم يجروا صراحه عليا وقاموا بالواجب. لا مفيش شكوى من الكهرباء غير ان المحصل ما بيجيش. انا بستخدم اللي هو الكارت التواد اللي هو عداد الكارت، ماشي، هو بيريح حاجات كتير يعني، مش واخد بالك، ولا بيجي محصل بقى يقول لك ينده ولا كهرباء ولا الكلام دوت. اقول لك الصراحه يعني ماشي، هو ده بيريح وكل حاجه وحلو انت واخد بالك، بس ده مميز وده ليه مميز، ده بتاع الناس البشوات والتاني بتاع الناس الغلابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد شاكر. معالي الوزير، يعني هنتقل على طول كده للشكوى الرئيسية أو مجموعة من الشكاوى الرئيسية اللي موجودة عند المواطنين. أولا ارتفاع شديد في الفواتير، يعني الناس بتتكلم، كل واحد بيتكلم من منطقته، اللي من المحلة واللي من بحري واللي من اسكندرية واللي من القاهرة واللي من الجيزة، والكلمة بتقول أسعار بقت جنونية وناس بتشتكي ومفيش فايدة، والمحصل ممكن ما يجيش شهرين وأكتر، وتيجي الفاتورة بعد كده عالية جدا وفيها أقساط وتزيد كل شهر، وفي ناس فواتيرها بتقفز قفزات شديدة جدا من شهر لشهر. معايا نسخ من الفواتير، بس حضرتك أكيد عارف هذه الشكوى وسمعتها قبل كده. يعني أنا يعني مع سيادتك، وانا بيجي لي شكاوي بنفس الكلام، يعني انا على تليفوني برضه لان نزل الانترنت والناس بتتصل بيا بتقول هذا الامر تمام. شوف حضرتك حاجه، احنا عندنا مشكله ان سعر الطاقه الكهربائيه قعد لفتره طويله من الزمن لا يتم تغييره على الاطلاق. وصل يعني في سنه 2014 كان معدل او متاسف متوسط سعر الكيلو وات ساعه الذي يتم تحصيله على مستوى الجمهوريه أقل من نص سعر التكلفة، وعملية مستحيلة بقى، يعني كان في دعم شديد ولا نستطيع أن احنا نستمر في هذا الأمر إلى ما لا نهاية، لأن زي ما حضرتك شايف أن الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء استثمارات كبيرة جدا. الخطة العاجلة اللي احنا عملناها يا فندم دي اتكلفت 2.7 مليار دولار. الوقود اللازم له تقريبا قد هذا السعر، تقريبا يعني دخل في السنه في حوالي 20 مليار جنيه تقريبا في هذا الامر. الصيانات، لما حضرتك تعرف ان الصيانه بتكلفنا في السنه حوالي 10 مليار جنيه.
لو ما فيش عندنا ما نقدرش نغطي سعر انتاج الكهرباء، يبقى حضرتك تتوقع ان الخدمه هتسوء، واذا الخدمه ساءت كل حاجه هتقف في المنازل وفي المصانع وفي كل حاجه. فالحقيقي انه يعني الحل الحقيقي ان احنا نعيد، لما جينا كده في 2014 نعيد هيكله اسعار الكهرباء، وحطينا خطه ان في خلال 5 سنوات مفروض ان احنا نشيل الدعم عن سعر الكهرباء بالكامل يا فندم، بالكامل يعني حتى بس عن الفئات. لا هقول، انا هقول لحضرتك، رغم ان في سنه 2019 اللي هو السنه الخامسه لما لهذا الامر ما فيش دعم مفروض ان الموازنه تتحمله، الا ان سيكون هناك دعم لمحدود الدخل يصل في السنه الى 9 مليار جنيه. طب الدعم ده بيجي منين؟ ده بيجي ان هو كثيف في مستخدم الطاقه، والناس اللي هو القادرين على الاستخدام بيدفع جزء قليل اكتر شويه من سعر التكلفه الحقيقيه. يعني ايه جزء قليل؟ يعني مثلا يدفع له مثلا 10% عن سعر التكلفه الحقيقيه، او 15% من سعر التكلفه، 10% او 15% اعلى من ده عند الناس اللي هم اللي هو شوف حضرتك لما بتتعدى بقى الاستهلاكات بتاعك 2000 كيلو وات ساعه 2500 3000 الكلام كده، او ان انت بتروح بقى ايضا للكثيف مستخدم الطاقه اللي بيشتغل قدرات بدل ما كان زمان بياخدها بصوره مدعمه، ما ياخدهاش بصوره مدعمه، ياخدها بالسعر الحقيقي لها. لا زال سعر الكهرباء عندنا يا فندم اقل من اسعار كثيره جدا على مستوى العالم. وعلى فكره احنا برضو كنا امين امناء في ان احنا وكان في شفافيه مطلقه، ولما جينا قلنا بنعيد هيكله الاسعار قلنا هنعمل الكلام ده على 5 سنين، ونشرنا يا فندم ال5 سنين. يعني ما عملناهاش يعني بالليل وتاني يوم الصبح لقيت الناس زادت هذا الكلام، لا بالعكس نشرناها وريناها، وانا قعدت في عدد كبير من البرامج التلفزيونيه اطلع واشرح الامر ده عامل ازاي، وقد ايه الانسان بيتكلف في سعر الكهرباء او مقدار ما ينفقه على الكهرباء بالنسبه للانفاق الشهري الخاص بيه، والامر ماشي كان بطريقه اسلوب علمي لهذا الامر، مش بتصدر في المغرب نزود هنا نروح مزودين وهكذا، لا ده على اساس ان في خلال ال5 سنوات سنه 2019 يبقى احنا زي ما قلت لستك بنشيل الدعم عن الموازنة، ومع ذلك هيستمر زي ما قلت قبل كده 9 مليار جنيه دعم ليه. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني مثلا لو انا بتكلم على اول 100 كيلو دول ايوه تحصيلهم في حد ذاته كلفته ممكن تكون اكبر من اللي هيحصل منهم. لا اقول لستك حاجة فهمين، لو حضرتك بتستهلك في البيت عند حضرتك سي 2000 كيلو وات ساعة في الشهر، اول 20 اول 200 كيلو فيما فن بتدفعها ب 14 قرش، ما بتدفعهاش بالسعر الحقيقي. حضرتك عارف متوسط سعر الانتاج النهارده ولسه هيزيد، لان اي استثمارات سيادتك بتحطها معناها في كابيتال كوست، في تكلفه راس ماليه، تكلفه راس ماليه بتضاعف. النهارده في الوقت الحالي حوالي 60 قرش. المتوقع لما تصور سيادتك ايه؟ هندخل محطات، هنعمل الزياده في اكسبانشنز او توسعات في شبكات النقل، في شبكات التوزيع، ترفع من مستوى الخدمه وتبقى الخدمه بتوصل لحضرتك ما فيهاش انقطاع، كل الكلام ده بيقابله مصاريف هائله يا فندم، هائله. لا انا قصدي يا فندم اذا كنت انا بستهلك 2000 كيلو وحضرتك بتديني الشريحه الاولى ب 14 قرش، ما بلاش تديهاني بقى انا ب 14 قرش وتدي للراجل اللي ما بيستهلكش اكتر من 200 كيلو ان هو ياخدها حتى ببلاش. لا ما نقدرش ندي ببلاش، لان برضو الاعداد يعني حضرتك عارف ان الاقل من 200 كيلو وانت نازل تقريبا عدد اللي بيسالكوا الرقم ده حوالي 98% من العدد الكلي. ليه؟ لان زي ما بقول لستك انا داخل في الشريحه الصغيره وحضرتك داخل في الشريحه الصغيره، و يعني وما كناش نقدر نشيل هذا الامر، لان هي ده تعريفه استخدام الشرائح المختلفة، عشان ما يجيش واحد يقول لك انت بتبيع لي سعر بسعر معين وتبيع بسعر تاني لنفس الشريحة بتبيعها بسعر مختلف. بس هسمع من تامر كده بيقول لحضرتك فواتير الكهرباء كل شهر تيجي بأرقام فلكية واحنا موظفين مدخونين دخلنا لا يتعدى 1000 جنيه، ما عنديش دفاية كهرباء ولا تكييف، هي مروحة يتيمة وتلاجة وتلفزيون، ليه كل المبلغ ده بزيادة رسوم النظافة؟ مع العلم ما فيش حد بيلم القمامة. أنا رسوم النظافة ديت احنا ملناش شرعية بيها يعني، لكن هو في الآخر خالص لا أنا أرجع يشوف هو بيستهلك كهرباء قد إيه، والطريقة سهلة جدا. هو معروف يا فندم الأول الشرائح لو هو معدي مثلا 200 كيلو وات ساعة أول شريحة بياخدها ب 16 قرش، من 201 إلى 350 كيلو وات الشريحة ب 30 قرش ونص، من 351 كيلو وات إلى 650 الشريحة ب 40 ونص. شوف حضرتك ابتدت بقى تزيد من 651 إلى 1000 بقت 71 قرش،
اكتر من 1084 قرش. انا عارف ان متوسط السعر على بقى شوف حضرتك على مستوى الجهد المنخفض، لان صور سيادتك متوسط السعر على الجهود المختلفه بيختلف في حاجه تانية. متوسط السعر للاستخدامات المنزليه على اعتبار ان سعر الوحده اللي هي سعر الوقود 3 دولار للمليون وحده حراريه، واحنا هو بيكلفنا اكتر من كده وبيكلفنا حوالي 5 دولار. سعر تكلفه الانتاج 63.8 قرش، 63 قرش يا فندم، يعني لغايه اقل من شوف حضرتك كام 650، يعني من لغايه 650 ب 40 قرش ونص. طب بيقولوا ان الفنادق بتاخد ب 43 قرش زائد 15 قرش ضرائب، يعني حوالي 55 قرش سعر متوسط. لا يا فندم، في عندنا حاجه مهمه جدا، وهي في قيمه الشريحه بتعتمد على الجهد اللي سيادتك بتاخد عليه الكهرباء. بمعنى لو حضرتك بتاخد الكهرباء على مستوى ال 220 الف فولت، الشريحة متوسط سعرها 39 قرش و 6 من عشر. لكن لو أنا رحت على شريحة زي ما قلت لحضرتك بتاخد أكتر من 1000 لكن بتاخد على 380 فولت، السعر بتاعها 84 قرش. هتقولي ليه بقى الشريحة على الجهد العالي أقل من الشريحة على الجهد المنخفض؟ ده بالعقل. ليه بقى؟ أنا بولد كهرباء برفعها إلى جهد 220 كيلو فولت وبنقلها لغاية 220، عملت استثمارات بشكل معين عشان أوصلها بعد كده إلى 380 فولت أو 220 فولت. أنا بعمل استثمارات في شبكات نقل مشوار طويل، وبنزل ل 66 ألف فولت وبنزلها ل 22 ألف فولت. أنا ما فهمتش، معلش أنا كنت تلميذ خايب. لا العفو. يعني حضرتك أنا استثمرت أنا حد 220 فولت بس، وبعد كده اللي فوق اللي هو 380 ده بعمل له استثمارات تانية. لا أنا أقول لسيادتك حاجة، يعني لا متأسف العكس، أنا بقول لحضرتك الاستثمار لغاية 220 ألف مش 220، 220 ألف، 220 ألف فولت ل 220 كيلو فولت. ده استثماراته هي استثمارات في التوليد وشبكة نقل على مستوى ال 220. عشان أوصل لواحد بياخد على مستوى ال 380 فولت أو ال 220 فولت بس اللي هو المنخفض اللي احنا بنعمله في بيوتنا، لازم بقى أعمل استثمارات في كل شبكة النقل اللي موجودة، وأنزل بالجهد من 220 ل 66، وأحط محطات محولات، وأحط مراكز تحكم، وأنزل من 66 لل 22، وأنزل من 22 إلى 380، وأحط محولات في الشوارع، وأحط كابلات. ففي استثمارات هائلة هائلة كده. فإذا تكلفة إنتاج الكهرباء على المستوى بتاع ال 220 فولت اللي هو في البيت عندنا أو 380 فولت في البيت عندنا بالتأكيد أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء على المستويات العليا اللي هي زي الفنادق. زي لا الفندق بقى إيه؟ لو الفندق متوصل بالكهرباء على مستوى ال 22 ألف فولت بيتحاسب على الفاتورة بتاعت ال 22 ألف. لو حضرتك في بيتك عندك محول وبتاخد على مستوى ال 22 ألف فولت، انا حاسبك على 22 ألف. اشتري محولات في بيوتنا لا بس انت بقى طبعا لا يا حاجه استثمارات يعني قصدي تلاقي يعني احنا جبنا جنريتورز ايام القطاع الكهرباء والحمد لله مفيش دلوقتي الحمد لله وفرنا يا فندم، فممكن نبيعه ونجيب محول لا طبعا لما يكون استهلاكك ضعيف يبقى. لكن هي الفكره ايه؟ ان على حسب قيمه الجهد اللي حضرتك بتاخد عليه القدره الكهربائيه او الطاقه الكهربائيه بيتم المحاسبه على هذا الاساس. الناس بتقول احنا كده بندعم السائح مش بندعم لا يا فندم لا المواطن. لا لو اقول لستك ادي حضرتك مثلا يا فندم سعر انتاج الكهرباء على مستوى اهو، اقول لستك حاجه على مستوى الجهد المتوسط 54 قرش، على مستوى الجهد المنخفض 63 قرش. ده باعتبار 3 دولار للمليون وحده حراريه، احنا بنتكلم على 5 دولار للمليون وحده حراريه تقريبا دلوقتي. احنا بنساوي السعر نزل خليه 3 فندم، انا مش هتكلم على كده، ده يمكن يكون نزل عن كده يعني. لا 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 يعني النهارده الناس اللي بتحط بنزين 95 بتدفع اكتر من سعره العالمي، وال92 قرب يبقى نفس السعر العالمي. طب ما ننساش يا فندم يعني انا بقول لستك حاجه، لسنوات طويله جدا قعد الدعم الكبير للكهرباء. يعني احنا المشكله اللي احنا مرينا بيها ايه يا فندم؟ عمل الأمور برضه فندم سنوات طويلة جدا ما بتزبش بطفرات. أقول لحضرتك حاجة فندم، أنا يعني برضه عشان أنا مش هدافع عن الكلام ده، لأن إحنا حاسبينها بطريقة بنخلي البروفيت مارجن يعني مقدار المكسب ضعيف جدا في هذا الأمر. يعني إحنا يا دوب بنغطي تكلفة الإنتاج في سنة 2019، ما بتكلمش دلوقتي. دلوقتي إحنا بندفع بالتأكيد بندفع في الإنتاج أكتر من متوسط سعر البيع، ده بالتأكيد.
والدولة قايمة بدعم شديد. أقول لحضرتك حاجة، كل حساباتنا دي كانت مبنية على أن الغاز الطبيعي يمثل حوالي 86% و 14% كان بناخدها من المازوت والسولار. حضرتك عارف أن المليون وحدة حرارية من المازوت والسولار تقريبا سعرها حوالي 3 أضعاف الغاز الطبيعي أو مرتين ونص قد الغاز الطبيعي. على الرغم ان احنا يعني اعلنا للشعب كله الخمس سنوات فما غيرناش فيما تم اعلانه، ونتيجة ان احنا غيرنا قللنا الغاز الطبيعي وزودنا المازوت والسولار زاد الاسعار على وزارة الكهرباء السنة دي 10 مليار جنيه اضافة عن اللي كان مفروض تصرفه في الوقود المستقبل. فاحنا شوف حضرتك لابد ان يكون هناك اصلاح، والاصلاح عامل زي الدواء، والدواء بيعالج لكن مر ممكن يكون. انا مش اقول لحضرتك يعني واذا احنا ما مشيناش في الشكل ده انا اقول لحضرتك هتبقى فيه مشكله كبيره جدا. بس الناس اللي معهاش ثمن الدواء تعمل ايه؟ لا يا فندم بناخد بالنا من الكلام ده، بدليل ان الدواء لو كان ثمنه 54 قرش بيبيعه 14 قرش. الحاجه بقى اللي هامه ويمكن لابد ان احنا نهتم بيها بشده هي ترشيد الاستهلاك. طب ما احنا عملنا مبادره يا فندم انه نبيع لمبات الليد اللي بتقلل الاستهلاك بشده. يعني في بعض الاوتيلات الكبيره مش هقول اساميها قلب غيرت وحدات الاضاءه اللي فيها من اللمبات العاديه المتوهجه الى اللمبات الليد، نزلت الفاتوره بتاعها 30%، الفاتوره نزلت 30%، وده بالتجربه الحقيقيه. وفنادق ده لدرجه ان هناك مبادره دلوقتي ما بين وزاره السياحه والفنادق ان هم يساعدوهم حتى يديهم يعني نوع من الدعم في الاول عشان يغير الـ وحدات الاضاءه بتاعه الى الليد، وبالتالي يقدر يوفر وبعد كده يرد الفلوس اللي كان خدها. فيعني يعني خلاص الامر احنا لابد ان نرشد استهلاكنا الى اقصى درجه ممكنه، لابد ان احنا كل ما تكون هناك وسيله لتقليل استخدام الطاقه دون ان اؤثر على الاداء بتاعي او اؤثر على الخدمه لازم اعملها. لما نقول لحضرتك لمبات الليد بتؤثر لها قيمه ومؤثره وفعاله يبقى نغير، يبقى في نوع من التعاون ما بين الطرفين. لكن بقول لسيادتك برضو حتى الان لا زال هناك دعم كبير في سعر الكهرباء. طيب حضرتك ده الناس اللي بتتكلم عن الفواتير، نيجي للموضوع بتاع الممارسات. يعني عاطف ساكن في امبابه جنب محور عرابي الجديد، البيت اللي ساكن فيه ما فيهوش نور، وصلنا ممارسه من 5 سنين، دفعنا المؤيسه وتمن العدادات من 3 سنين، ومن ساعتها واقفين على جواب الحفر، والحي يرمي على الكهرباء وكهرباء ترمي على المحافظه، ومش عارفين نعمل ايه. انا عارف ان حضرتك عندك كده بتعمل بترفع سماعه التليفون وتكلم كل من هو معني بان هو ييسر الامور ان هو يحصل. ليه ما زال يعني التنميه المحليه مش شوف هو اقول لحضرتك حاجه، احنا كنا حاولنا نعمل شيء بس ما نجحناش فيه سوفار، اقول لحضرتك برضه السبب ايه. دلوقتي معظم الناس اللي عاملين ممارسه ان لم يكن كلهم دول في نوع من المخالفه في البناء. اما انه باني على ارض زراعيه، او باني على خارج خط تنظيم، او باني بارتفاعات لا تتناسب مع المكان اللي هو فيه. احنا جينا عملنا مبادره، جينا قلنا يا فندم احنا ده بيؤثر علينا ككهرباء ان في ناس بتوصل الكهرباء وهي مش عاوزه تبقى سارقه الكهرباء، لكن بيبقى عندهم في العماره دخل الكابل موجود والعمود الصاعد موجود، وصاحب العماره على عليها ادوار فوق مخالفه فمش قادرين نوصل للادوار المخالفه. للاسف المحافظات رافضه او الاحياء رافضه ان هي تركب ما يسمى بالعدادات الكوديه، فما هي ما بتديش التصريح الحفر. لو انا عندي عماره وعاوز اوصل لها كهرباء وعاوز اركب لها عداد كودي واحاسب الشخص على دي، ممكن نخليه يدفع بنالتي اكتر، يعني بدل ما يدفع ثمن الاستهلاك الحقيقي يدفع اكتر شويه لان هو في ارض مخالفه، لان هو والعداد الكودي احنا قلنا ما كانش يديله اي نوع من الحقيه في اثبات الملكيه ولا حاجه. وانا حتى قلت لما يجي العامل مبنى مخالف ومفروض يجي يزال وعاوز يزيله بقول لهم زيله وزيله العداد اللي فيه واحنا مش عاوزين العداد اللي موجوده فيه. لكن الاحياء فيها نوع من عدم، لان بتقول لك ده بيشجع على المخالفه في هذا الامر. فالكونفليكت قائم في هذا الامر، لكن هو مش كونفليكت جاي من الكهرباء. لكن بالتاكيد ان كل اللي كان عامل له ممارسه ده باني بدون يعني دائما هناك في مخالفه في البناء. ما هو في مخالفه عملها صاحب العقار، ولكن الساكن راح سكن في هذا المكان
ولا يعرف ان هو هيتعرض لده، فبالتالي بيبقى داخل جوه هذه المواقف. وكان المشاهد هنا بيتكلم على ان الموضوع بيقول ان الحفر، الموضوع واقف على الحفر. ما الحفر احنا ما نقدرش نحفر فندق في الشارع الا لو جاء تصريح حفر من الحي. الحي فالحي ما بيدوش فمش قادر تحفر. طب لكن لو الحي اداه واحنا حفرنا وركبنا عداد جودي احنا مستعدين. لكن فعلا المحافظين بيقول ان ده سيساهم وسيساعد، وبرضه في وجهه نظر معقوله في هذا الامر على زياده المخالفات، لان هي كل ما انت بتعمل الكلام ده المخالفات هتزيد اكتر. وانا مش قادر اوقف المخالفات في الوقت الحالي مثلا. فيعني هي الامر بالشكل ده بالدرجه الاولى. فعلا طارق بيقول دكتور شاكر ابن مصر البار وهو من ضمن العبقريات المصريه في مجال تخصصات الكهرباء المختلفه، كما انه من ابرع المصريين في شؤون الاداره، وظهر ذلك جليا عند توليه وزاره الكهرباء في ظروف بالغه الصعوبه والغرابه، وكان ان ادار منظومه بمنتهى الاقتدار والحرفيه. تحياتي واحترامي لمعالي الوزير. انا تسمح لي اعلق على كده. اولا انا بشكره على هذا الكلام، اشكره على كده، لكن عاوز اقول ده بيديني اكتر من حقي اقول لحضرتك حقيقه النجاح اللي تم حتى الان ده وربنا يديمه باستمرار. دي منظومه متكامله في وزاره الكهرباء وفي قطاع الكهرباء، الناس اشتغلت على اقصى ما تستطيع وباخلاص شديد، وربنا اكرمنا وخلانا نعبر بهذه الصوره الحمد لله. الحمد لله. طيب حضرتك يبقى كده اتكلمنا عن الفواتير والحقيقه ما وصلتش لحل، وكلمنا عن الحل. لو في فنم واحد شايف ان الفاتوره بتاعه اكتر مما يجب، حاجه بالاتنين، اما قراءه العداد مش مظبوطه، وعلى فكره قراءه العداد يستطيع اي واحد يقدر يقرا هذا الكلام، يكلمني انا شخصيا فن، ولو له حق انا هجيبه له لغايه عنده. احنا بنحاول يا فندم عاملين مبادره، اصل الكشافين بيتاخروا بالشهرين ثلاثه، بنحلها الشرايح. لا 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 لا، هقول لسيادتك حاجه، الفرق ما بين قراءه والاخرى بتدخل في الفاتوره وبيتكتب عليها عدد اشهر المحاسبه. فلو مكتوب لستك عدد اشهر المحاسبه خمسه مثلا، يعني بقى 15 اخذ قرايه والقرايه اللي بعدها ب 15، لما بيجي الكمبيوتر بيحسب قيمه الاستهلاك بياخد القراءه الكليه ويقسمها على خمسه، ويبتدي يعمل الشرائح على خمسه، على الخمس مش على التوتال، وبعد كده بعد ما تطلع ديت بيضربها في خمسه تاني، بمعنى كما لو كان كل شهر اخذ خمس قيمه الاستهلاك، وبيحاسبه على هذا الاكل. ولو في حاجه غير كده يبقى في غلط، وانا مستعد لو حد له فلوس هبقى ترجع له. احنا بنحاول نحل المشكله دي ونقضي عليها قضاء مبرم من السنه فاتت. ان احنا اولا قلنا العدادات الكوديه، هي متاسف العدادات البري بايد اللي هي مسبوقه الدفع. النهارده في قرار اخذناه ممنوع تركيب اي عداد ميكانيكي. جميع العدادات اللي سيتم تركيبها من فتره واحنا طالعين كلها عدادات بري بايد، وكلها فنم لحد هيروح لغايه عند الشخص، ولا حد هياخد منه فلوس ولا حد هيقرا له حاجه. طب هرجع للشخص وهرجع للكشاف، بس حماده الصاوي بيقول بجد حرام، اقسم بالله العداد الكارت بيسرق الرصيد، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا مش معقول يعني، ده الكترونيك يعني وكان يعني. انا عندي اكتر من حاجه بتقول يعني، عندي جاي لي برضه صوره فاتور من بتوع العداد الذكي. ده لسه العداد الذكي دي حاجه تانية متطوره احنا بنعملها يا فندم اكتر. يعني احنا عاملين النهارده، احنا ماشيين دلوقتي في العدادات البري بايد، وعاملين خطه ان احنا نغير عدادات الى ما يسمى بالسمارت ميترز، عدادات ذكيه اللي تستطيع ايضا انك تتراسل مع العداد البري بايد. ما بتقدرش فيك تاخد وتدي معاه، بتدي معاه يعني من ناحيه مركز التحكم والعداد، لكن الثانيه تستطيع انك تقدر تتواصل معاه. طب المناقصه دي واقفه ليه يا فندم؟ لا المناقصه مش واقفه يا فندم، المناقصه اتعملت وجت ورست على شركه هواوي. ما لسه لا ما رستش على حد. حصل ان هو مش كله ادى يعني ادى المواصفات طبق اللي هو مكتوب، فاحنا اتاجلت رئيس الشركه القبضه اجلها لمده شهر، وعمل حاجه اسمها فلاش ريبيد ودخلها في الاعتبار. لكن هي في الاول كانت شركه هواوي جت، ومن ضمن ما كنا عملنا معاها مذكرات تفاهم، وانها تقدر تبتدي تغير في العدادات، واحنا كنا ماشيين بطريقه الاي بي سي بلس فاينانس، يعني الشركه بتجيب الفاينانس الخاص بيها. احنا دايما مبدانا لو في اكتر من واحد يستطيع انه يدي الفاينانس يدي التمويل، فاحنا لازم نعملها في صوره بيد عشان تبقى فيه نوع من الشفافيه المطلقه. في اكتر من حد جايب التمويل، ده 8 يا فندم، 8 جايبين التمويل، 8 جايبين جروبس. يعني احنا زي ما عملنا برضو في المحطات اللي هي الكبيره بتاعه الفحم، لو اكتر من واحد داخل على نفس المحطه اتس بيدنج على طول. يعني فاكر حضرتك السنه اللي فاتت كنت انا اثرت الموضوع ده على الهواء هنا، كانت نزلت مناقصه ايام الكريسماس. وكانت نزلت المناقصه وقال لك
ان كانت اظن اعلنت في تقريبا حاجه وعشرين ديسمبر. أيوة. وقال لك فتح المظاريف يوم 8 يناير، والدنيا كلها كانت قافله. الدنيا كلها كانت قافله. حضرتك مشكورا طبعا لما انا اثرت هذا الموضوع الدكتور اليماني تواصلنا معاه، تم تعديل هذه المناقصات. ما المناقصات دي بالشكل ده تثير الشبهات. صح ولا حضرتك؟ لا تثير الشبهات في ايه يعني؟ تثير انا لما افتح مناقصه في الكريسماس للشركات العالميه لا طبعا واقفلها يوم 8 يناير يبقى اكيد في حد قصده حاجه مش مظبوطه. لا ده سوء اختيار في الموعد، ده سوء اختيار. لا بس اقول لستك حاجه، ده هي مفروض ان المناقصه دي كانت مناقصه عدادات ذكيه. عدادات ذكيه في واحنا بقى لنا سنه هو عدى على الكلام ده كله، مش عارف كان مستعجل على ايه اللي منزل المناقصه ان هو عايز يضربها في 10 ايام واحنا بقى لنا اهو سنه وشويه وهي وهي كما كنت جزائر. لا يا فندم، لا بالتاكيد يا فندم ان انا متوقع ان في خلال اسبوعين او 3 اسابيع. انا حتى بالمصادفه كنت بسال النهارده سبحان الله يعني على هذا الامر مع اليد، وعرفت ان هم تم التاجيل كانت لمده شهر كذا، وانا هراجع الامر وهبلغ سيادتك احنا هنفتحها امتى، وهنبلغ ال8 شركات او 9 شركات. اشكرك. هطلب من حضرتك برضو طلب شخصي. فضل. من كثير من مشاهدينا وانا بضم صوتي ليهم، هو موضوع الشكاوى، المعامله سيئه فيما يتعلق بالشكاوى للمواطنين. حضرتك انا عارف ان حضرتك عندك ما يشغلك الكثير في وضع هذه الاستراتيجيات، ولكن في معامله غير طيبه للمواطنين. ممكن يكون المواطن منفعل، لازم يكون الموظف يمتص هذا الغضب اللي عند المواطن، وفي نفس الوقت ادفع وبعدين اشتكي. فالمبدا بتاع ادفع وبعدين اشتكي ده مبدا برضو جائر. لا طبعا، شوف حضرتك انا بعتذر عن اي حد من زملائي كان رد على حد بطريقه غير لائقه، لان دائما الزبون دائما على حق وانا مبدئي على كده. وعلى فكره انا بيجي لي عدد هائل من التليفون، انا بتلقى يوميا مش اقل من 200-300 تليفون يا فندم. وبتلاقي ترد عليهم حضرتك؟ لا ما بقدرش ارد عليهم كلهم، ما بضحكش على ستك يعني، يمكن بقعد يوم الجمعه اقدر ارد على اللي اقدر ارد عليه وافرج ستك ان في ناس تواصلت معاهم. وبيحصل ازاي؟ انا عامل منظومه عندنا في الوزاره ان اي حد، انا بطلب من اي واحد يكلمني انه مش لازم الكلام يعني ممكن يبعت رسالة. يبعت رسالة ليه بقى؟ انا استطيع التعامل معاها فنم، لان الرسالة بيحط اسمه فيها طبعا، رقم التليفون بتاعه معروف، بيكتب ملخص لما جاء فيه، بيتم الاتصال بيه وبنكلم رئيس الشركة وبنتحل المشكلة ونرجع له في هذا الامر. طبعا انا بقول لحضرتك انا بيجي لي زي مش اقل من 200-300 تليفون في اليوم بهذا الامر. طبعا لكن ده مش حل برضه، لانه انا متوقع احنا عندنا 32 مليون مشترك، فلابد ان لا يمكن تكون 200-300 شكوى بس في اليوم، لازم تكون اكتر من كده بشكل اكيد شيء طبيعي. يعني انا المفروض ان الشركات بتتلقى هذه الشكاوي، لو في شكوى من هذا الامر انا يعني ناوي اعمل الشركات ان هم يبقى عندنا كول سنترز بروفيشنال ترد على الناس وتديني فيدباك على اللي احنا عملنا ايه، ويبقى عندنا يعني دراسات احصائيات حقيقيه لهذا الامر. والامر ده هنعمله باسرع وقت ممكن. ما هو الاحصائيات حضرتك هتفيد في الصوره العامه لحضرتك، ولكن المواقف الشخصيه هنحلها يا فندم يعني ان شاء الله. بس قبل اقول لحضرتك بامانه مطلقه، طبعا انا زي ما قلت لستك احنا بنتعامل مع 32 مليون عداد أو يعني أكيد تاني أكيد العدد كبير، فالعدد ده هائل في الأمر. لكن إن شاء الله إحنا هنحاول نشوف إزاي نحسن من الأداء بتاعنا في هذه الخدمة بإذن الله. طيب دلوقتي حضرتك عندنا مجموعة كبيرة جدا من الرسائل جات لنا، يعني حضرتك إذا كان بيجي لك 200-300 اتصال في اليوم فبيجي لنا لحضرتك من حضرتك ضيفي، فطبعا جاي لنا الكثير. في مجموعة من الشباب بيعتبروا نفسهم إن هم بيسموا نفسهم الموقوفين عن العمل، اللي هم كانوا تقدموا وناس فيهم كان عندها وظائف واستقالت من وظائفها وراحوا قدموا في هذا الكلام، وده كان بقاله يمكن اكتر من 3 سنين، سابوا شغلهم وراحوا وبعد كده وعملوا الكشف الطبي وبعد كده ما تسلموش عملهم. وهم اللي قالوا لهم في شركات الكهرباء لا روح استقيل خلاص انت مقبول. لا شوف انا طبعا مش هقدر اكذب حد من اللي يقول الكلام ده، لكن انا برضو زملائي لان حركة ده حصل قبل ما انا حتى اجي في الوزاره تماما، لكن كل ده واحد منهم من كانت شركه جنوب القاهره قالوا له قدم استقالتك في شغلك في الخاص وتعالى. يعني اقول لحضرتك برضو بعد سيادتك، انا احنا عندنا مشكله فنيه في وزاره الكهرباء او في قطاع الكهرباء، ان عدد العاملين في القطاع يصل تقريبا في حدود 180,000 شخص. مش عاوز اقول لسيادتك ان عندنا بعض محطات انتاج الطاقه الكهربيه، المحطه مثلا قدرتها تبقى مثلا 2000 ميجا، عدد العاملين فيها 1000 واحد. مش عاوز اقول لحضرتك احنا واحنا مع سيمنز انا حطينا ان هناك نوع من التدريب على درجه عاليه من
التدريب المهاري الممتاز، وطلبت من سيمز ان يحطوا لي عدد العاملين اللي موجودين في المحطه دي. عدد المحاملين المحطه اللي هتشتغل ب 4800 ميجا لا يتجاوز 150 واحد. عندنا عدد هائل من الناس. لا نستطيع تعيين حد زياده لانه ملوش مكان يقدر يلاقي فيه شغل. انت محتاجين كشافين. فن من 180 الف احنا بنشوف ازاي تقدر تعيد استخدام الناس اللي عند حضرتك قصاد النقص اللي موجود في بعض الفئات المعينه. بس طبعا عدد كبير من الناس بيهرب من عمل الكشافين تماما على الاطلاق لانه في مجهود كبير وبيمشي. المهم يعني فاذا احنا عاملين نظام، واعتقد النظام فيه نوع من الـ 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 يعني الشفافيه المطلقه. ما فيش حد بيتعين اولا ما بنقولش فيه ابناء العاملين، احنا ما بنبصش كلمه ابناء العاملين، احنا قلنا هناك شفافيه مطلقه لكل الناس وسواسيه لكل الناس. بننزل اعلان يا فندم، يعني احنا منزلين من اقل من شهر اعلان لتعيين 300 مهندس و300 فني، وحطينا مواصفات للطريقه عمل زي ما بيطلع الشغله بالجوب ديسكريبشن بتاعها، التوصيف بتاعها بالعدد المطلوب قد ايه. تقدم لنا 14632 شخص. احنا محتاجين 600 واحد. فيها اختبارات. وانا جبت ناس من الخارج لان انا هدرب الكلام ده في سيمنز، فجبت جماعه من سيمنز عشان يعملوا الانترفيو كمان للناس اللي جايه. وفي النهايه أنا ناوي كمان أعمل انترفيو لبعض من الأعداد اللي موجودة دي حتى نتأكد إن ما جاء لا في واسطة فيه ولا قريب حد موجود فيه، وإنما الاختيار تم على كفاءة وعلى قدرات تتناسب مع الخدمة اللي إحنا عاوزينها. هنعمل إيه في اللي فاتوا يا فندم؟ في اللي يا فندم؟ هنعمل إيه في اللي فاتوا؟ يقدم يا فندم لو يعني هو عاوز يقدم. الناس بتستنجد بحضرتك إن هو بيقول أنا قدمت وقبلت. لا ما هو سبت شغلي. ما هو انا اقول لحضرتك المعلومه اللي عندي من زملائي العاملين في قطاع الكهرباء ان ما حدش لا عمل عقد ولا وعده بشغل ولا قال له حاجه. ده هي كان بيبقى حضرتك عارف لما يكون عندك الداتا بيس بتعملها. قالوا لهم في لحظه من لحظات لا ده احنا كنا بنجمع عشان لما نبقى نحتاج. اهو شفت انت الكلام ده حضرتك. انا موافق ان هو يعني انا بشوفه بيحصل في الشركات العالميه. أي. بيجي كده قبل يناير بشويه ويروح مجمع عامل شويه انترفيوز ويعمل ده. لكن في حالة شركة الكهرباء المضخمة بال 180 ألف موظف أكيد ما كانش بيجمع سيفيات عشان إن كيس هيحتاج، لأن هم طب يعني هو كان عاوز يعينهم يا فندم؟ هو كان هيعين إزاي يا فندم؟ ما هو كان بالأعداد المضخمة اللي موجودة كان عنه. هيعين واضح لأن إحنا ما عندناش الأبروتش بتاع أجمع داتا بيس. أنا أتوقع يا فندم إنه أنا طبعًا ما أقدرش يعني أدافع عن شيء أنا ما كنتش حاضره ولا كنت معاصره على الإطلاق، ولكن طبعًا الوزارة ملتزمة بكل شيء عملته قبل كده، لكن زي ما قلت لسيادتك إن النهارده لا يمكن. أقول لسيادتك الشخص اللي قاعد بقاله ثلاث سنين ما بدورش على ده. أنا بقول للناس يا إخوانا المجال أمام حضرتك، إحنا الدور اللي بنعمله دلوقتي إيه؟ بتحرر قطاع الكهرباء، بتفتح المجال قدام القطاع الخاص إن يفتح مجالات في إنتاج الطاقة الكهربية أو في توزيع الطاقة الكهربية، هتتخلق فرص عمل في هذا المكان، يبقى دي الأمر اللي الإنسان ينظر إليه، وزي ما بقول لحضرتك كل واحد عنده قدرات جيدة جدا وممتازة ما يقدم في أي إعلان بنزل. إحنا أقول لستك حاجة، أنا بعمل حاليا كان في الوزارة أو بتأسف في الشركة القابضة إن يبقى في عندنا مجموعة متميزة في تصميم شبكات نقل الكهرباء، وطلبنا 20 واحد ونزلنا إعلان يا فندم وطالبين 20 واحد على إنهم 20 واحد من الناس المتميزين. ما أنا يعني ما أقدرش آخد مهنة الكهرباء لها درجة معينة من الخصوصية محتاج ما ينفعش تقل عنها. ما أقدرش أقل عنها لأنه الإعلان عنها بيؤثر على الأداء تأثير سلبي جدا. وزي ما حضرتك إحنا عاوزين نصل في النهاية إلى نوع من الأوبتمايزيشن، يعني نوع من ضبط الأمور، العدد اللي موجود عندي يتناسب مع الاحتياج الحقيقي، بدل ما الناس بتاخد مرتبات قليلة تاخد مرتباتها الحقيقية، يعني بدل ما أدفع ألف واحد دول ما ندي نفس الفلوس دي اديها ال 150 اللي كان هياخدوه، واحسن من مستواه وارفع من قدره، احسن دخله وفي نفس الوقت احصل على خدمه متميزه. ده الحل الحقيقي الوحيد للعبور من الصوره اللي احنا فيها الى صوره حقيقيه. مظبوط. انا موافق عليك بس يعني مش عايز يبقى دم تقيل، بس هنعمل ايه مع الشباب دول؟ كل اللي اقدر اقوله لهم من فضلك حط عينك على الاعلانات اللي احنا بننزلها وحضرتك قدم. بس هو شايف نفسه صاحب حق، هو مش شايف نفسه ان هو النهارده ان هو هيدخل على الاعلانات القادمه، لان هو شايف نفسه انه صاحب حق لانه راح وتقدم
ووعد. هل حضرتك ما حدش وعد فعلا؟ اصل كلمه وعد انا ما اقدرش يعني زي ما يعني ان التمس له العذر، انا بلتمس ارض الناس عني، لان الناس زملائي قالوا لم نكن لم يوعد احد ولم يتم حد يشغل حد، وانما قال قيل لهم ان دول بيجمع عشان لما يحب يعين حد في عنده ناس يقدر يشتغل بيهم. طيب حضرتك المشاريع اللي جايه يعني مثلا في مشروعات من اللي جايه في الفتره اللي جايه زي المشروع بتاع الشركه الالماني التيراسولا اللي جايه ب 2000 ميجاوات ده باستثمارات 3.5 مليار دولار، اف اي اس من الامارات ب 2000 مليار ب 2000 ميجاوات، وسكاي باور كندا ب 3000 ميجاوات. دول كانوا وقعوا المذكرات التفاهم، وطبعا هم منتظرين موضوع التعريفه اللي حضرتك وعدت انها تلتقي بيهم. لا اقول لسيادتك حاجه برضه، في حاجتين يا فندم. التعريفه اللي احنا بنتكلم عليها ديت هي تعريفه بما يسمى تعريفه التغذيه اللي هي الفيد انت عارف دي، لها مواصفات معينه. التعريفه ديت مقدره بقدر معين من الميجا وات بنشتريه، وبقدرات لكل محطه لا تتجاوز 50 ميجا وات. القدرات الكبيره احنا عندنا وسائل للتعامل مع هذه الشركات، اما ان تكون بيسمى بالكومبيتيتيف بيدنج يعني عمليه المناقصات التنافسيه، وفعلا احنا نزلنا ثلاث مناقصات تنافسيه، واحده للرياح ب 250 ميجا، واحده للطاقه الشمسيه ب 200 ميجا، واحده للطاقه الشمسيه دي بالفوتوفولتيك اللي هي الخلايا الضوئيه، واحده للطاقه الشمسيه بنظام المركزات الشمسيه اللي هي عباره عن 50 ميجا. وبعتنا لكل الشركات اللي كانت داخلة بأرقام بتاع الألف والألفين ميجا وخلافه، وقلنا له من فضلك ادخل في اللي هي المناقصات التنافسية ديت، في منهم داخل وفي منهم مدخلش. احنا تعريفة التغذية كان لها قدر معين من التعاقدات واحنا قفلناها خلاص في الوقت الحالي، المرحلة الحالية وصلنا للعدد بتاع 4300 ميجا ومتوزعة على عدد كبير من الناس، لم يتعدى واحد أكتر من 50 ميجا، وفي ناس أقل 20 وفي 10 ميجا وهكذا. طيب إذا كان الناس عندي جايبة كهربتها وجايبة تكنولوجيتها وجايبة تمويلها، أنا أول حركة أنا حلها بسيطة فن. وهتشغل الشباب دول اللي زعلانين. مظبوط يا فندم. لو هو بينتج الطاقة الكهربية وبيبيعها لمستهلك نهائي وبيستخدم شبكة النقل لنقل الطاقة من المنطقة اللي هو بينتجها الى منطقة الاستهلاك، احنا بنرحب بيه الى اقصى درجة. لكن هو اللي عاوز يجي عاوز يبيع الكهرباء لنا وانتوا تعيدوا واحنا نعيد بيعها للفترة التانية. فاحنا بنعمل احنا ليه عملنا فن قانون الكهرباء وبنحرر السعر ده، واللائحة التنفيذية النهاردة خلصت تماما وتم عرضها معروض على المجلس دولة عشان يقرها، وبعد الاقرار تعرض على مجلس النواب. خلاص تعرض بالظبط كده. دي بتسمح بيها فن ان هو ان يكون هناك منتج للكهرباء يبيع مباشرة للمستهلك. يا رب ده، واحنا بنرحب بشدة في هذا الامر. وبالعكس احنا بنقوي في شبكتنا حتى تستطيع انها تتحمل هذا الامر. ده احنا جاهزين. يعني الناس دي هتدخل في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس؟ اللي عاوز ده يدخل يا فندم وينتج كهرباء ويشوف المستهلك النهائي ويبيع له مباشره ويستخدم الشبكه اجينست ما يسمى بالويلنج تشارج، اللي هي ضمن يعني من الحاجه اللي هي ثمن استخدام الشبكه، والثمن استخدام الشبكه ده معروف ومعلن كده، واحنا جاهزين لاي واحد من دول بلا حدود يا فندم. طيب حضرتك بعض المناقصات زي مناقصة التنافسية اللي حضرتك بتتكلم عنها من الحاجات اللي هي بتستغرق يعني لسه ممكن تاخدها سنة كمان في الإجراءات بتاعتها. احنا ماشيين بسرعة جدا يا فندم. هقول لحضرتك يعني لو كنا بناخد الحاجات دي بطريقة زي الخطة العاجلة ما خلصنا 3600 ميجا في 6 أشهر يا فندم. تمام. احنا السرعه في المناقصه التنافسيه ديت يعني اقول لحضرتك حاجه، في ناس في الرياح قدروا يدخلوا ب 250 ميجا وجبنا اقل واحد هترسي عليه الشغلانه ديت، الاخرين طلبوا ان احنا ممكن نحصل يعني ننزل للاسعار بتاع اقل واحد. عرضنا هذا الكلام على المجموعه الاقتصاديه في مجلس الوزراء ووافقوا، ما فيش اي مشكله خالص لما نصل باحسن سعر موجود، لانه انا يهمني يا فندم يهمني ادي فرصه للمستثمر انه يجي يكسب المكسب المعقول وفي نفس الوقت احصل على الحاجه باقل سعر معين، لان في النهايه السعر ده هيتحمله المستهلك النهائي. يعني في النهايه السعر اللي انا هدفعه للشخص اللي جاي هنا هيتحمله المستهلك، فكل ما انا اكون بقلل في هذا السعر مع المحافظه على المكسب المعقول للي جاي يستثمر احنا جاهزين لهذا الامر تماما. انا طبعا السبب ان انا بكرر السؤال في هذا الموضوع هو خوفي من ان التمويل
يهرب ويروح بلد آخر، لأن كله بيفتح النهاردة لهذا الموضوع، وفرص التشغيل أيضا وفرص التدريب والتعليم. والله فعلا أنا يعني إحنا جاهزين، وهتشوف سيرتك اللي تعريفة التغذية دي هتتحرك بسرعة بشدة، وفي نفس الوقت أي واحد النهاردة عاوز يجي عشان يقدر ينتج كهرباء ويبيعها لمستهلك نهائي إحنا جاهزين، أو إنه يدخل في مناقصة تنافسية إحنا جاهزين. فهي كل الأمور ديت يعني جميع الأوبشنز مفتوحة قدام أي مستثمر عاوز يجي يشتغل. هنسهر حضرتك شوية زيادة، ناخد فاصل ونستكمل الحوار عشان الناس ما زالت عندها تساؤلات كتيرة جدا تقدمها لحضرتك. فاصل قصير ونعود ونلتقي بمعالي وزير الكهرباء والطاقة الجديدة أو المتجددة الدكتور محمد شاكر.